والفيديو التاني لبنوته جميله اسمها روان، واللي رغم اصابتها بمتلازمه داون صممت انها تكون من حمل كتاب الله. القران حياتي وعمري، طول حياتي وانا بحفظ بالقران في رمضان وختمته عن ظهر قلب. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. أنا دويك وأفتخر. أنا بحب أحكي قصة روان وكيف ربنا وهبني إياها بعد عمر طويل. تمر الأيام ويمضي بنا الزمان، خلق طيب أنا وأمي زرعت فيا حفظ القرآن. الحمد لله روان هدية من رب العالمين.